السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم هو عمليتي الجمع والطرح. أولا أنشطة حسابية، وهي نرى مجموعة من العمليات، لعملية الجمع ولعملية الطرح. كما رأينا في الحصص السابقة كيفية إنجاز عملية الجمع والطرح على المعداد، وأيضا رأينا الأعداد، ورأينا أيضا كيفية تمثيل الأعداد من 0 إلى 99. إذا ننتقل الآن إلى العملية الأولى. لدينا 29 زائد 23. إذا سآتي وأمثل في الوحدات، عمود الوحدات رقم الوحدات، وعمود العشرات أمثل رقم العشرات. إذا لدي 9 سأمثل في عمود الوحدات، ولدي 2 أي 20 في عمود العشرات. إذا كم وجدتم؟ ثم أضيف إليها 23. كم وجدتم؟ نعم تساوي 52. جيد. لدينا 28 زائد 31. إذا سأمثل 28 ثم أضيف إليها 31. كم؟ هيا كم وجدتم ممتع على معدادكم؟ هنسيو إجابتي، أنا وجدت تساوي 29. لدينا 67 زائد 32. كم وجدتم؟ أنا وجدت 99. ننتقل الآن إلى العملية الأخرى. لدينا 58 زائد 32. كم وجدتم؟ جيد تساوي 60. لدينا 83 زائد 15. إذا 3 زائد 5 وأضع الإجابة، ثم 8 زائد 1 وأضع الإجابة. كم؟ نعم 98. جيد. ننتقل الآن. لدينا 55 زائد 34. كم وجدتم يا ترى؟ كم ممتع على معدادكم؟ نعم 89. لدينا 76 زائد 16. انتبهوا هنا جيدا، لدينا رقم الوحدات سأحصل على عدد أكبر من 9. كم؟ نعم 92. أخذوا عملية أخرى. لدينا 15 زائد 28. هيا إذا 5 زائد 8 سأحصل عدد أكبر من 9، ثم أنتقل إلى العشرات. نعم 43. لدي 70 زائد 20، بسيطة جدا. كم؟ نعم 90. لدينا 20 زائد 52. كم وجدتم؟ نعم 72. جيد.